ملي نقدر نقول لك على ايلي، انا واحد السيد متعاطف معاها بزاف، ما عرفتش علاش. عرفتي ملي شفت متبع شويه القصه ديالها من النهار بدات. اللي نقدر نقول لك انا نقدر نهضر معاك عليها فنيا، ديك البنت مع ذلك ومع كاع داكشي اللي عايشه خدامه، كاين واحد ديفلوبمون زوين. الا كان مشكل مع الاب ديالها كنتمنى يتحل. كتبقى واحد البنت اللي صغيره في العمر وكل شيء كيغلط، وزعما ولا كانت شي حاجه نقدر نقولها حتى للناس ما يكونوش قاسيين بزاف، حيت ما كتعرفوش الواحد شنو عايش، ما كتعرفوش الواحد شنو دوز. كنتمنى لها التوفيق، وان شاء الله حتى هي تكون بحال اي بنت فرحانه وتحضر الافراح اخرى. شنو واقع بالضبط ما نقدرش نقول لك، حيت ما تتعرفش شنو واقع. ما على البنت قاصحه في هذاك السن قاصحه. كنتمنى لها التوفيق، ولا بغيتو نصالحوهم، انا ما عنديش من عيط للستاتير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.